عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني. يا رب كلكم تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. انا عارفة ان انا بتأخر عليكم في فيديوهات، بس معلش اعذروني، عندي ظروف. كل سنة وانتم طيبين في ظل الايام اللي احنا فيها. طبعا المحلات بتقفل بدري، وفي محلات اساسا ما فتحتش، وفي ناس في الاماكن اللي ساكنة فيها ما بتلاقيش الحاجات دي. فعشان كده احنا حبينا كل حاجة نتعلمها في البيت ونجربها في البيت، حتى لو باظت اول مرة بإذن الله هتنجح معاكي. بس هي مقاديرها بسيطة وبالصعبة، يعني ان شاء الله هتنجح معاك من اول مرة. وطبعا في البيت الحاجة ما بنجربها بتبقى انضف واحسن. النهاردة هنعمل مع بعض عجينة الكنافة، هتعمليها بطريقة سهلة ومقادير برضو بسيطة موجودة عندك، وبإذن الله هتقومي تجربيها على طول وتقولولي عن النتيجة. المقادير معانا زي ما احنا شايفين، كوباية دقيق واحدة. طبعا انت جربي في حاجة بسيطة، تعودي اي حاجة تعمليها تجربي في حاجات بسيطة، بعد كده اعملي الكميات اللي انت عايزاها. طبعا لو عايزة كمية اكبر من دي هتضعفي المقادير. معايا كوباية دقيق واحدة نصها نشا، الكوباية اللي هتعايري بيها الدقيق هي اللي هتعايري بيها النشا. ومعايا كوباية مية، وطبعا على حسب المية هنشوف العجينة هتاخد مية قد ايه. ومعايا معلقة لبن بودر، طبعا ده اختياري، بس المحلات اللي هي النظيفة الكبيرة تحط لبن بودر بيديها طعم، لو ما عندكش خالص برضو بتطلع حلوة. ومعايا رشة ملح. هنقول المقادير تاني، كوباية دقيق واحدة، وطبعا لو عايزة اكتر قلنا الضعف المقادير. الكوباية دي كوباية الدقيق نصها نشا، ومعايا ذرة ملح، معاها معلقة كبيرة لبن بودر ودي اختياري، ومعايا كوباية مية للعجن، ومعايا ازازة زي دي هتخرمي الغطا بتاعها. طبعا الخرم بتاعها مش هيظهر في الكاميرا، انا خرمة ثلاثة جنب بعض بدبوس الابرة بتاع الطرحة. طبعا لو ما عندكيش ازازه هتعملي ايه؟ برضو مش هتقفي، هتجيبي كيس نايلون يكون رفيع وهتخرميه بالسلاكه، بالسلاجه هتخرميه خرم بسيط قوي خالص، وتعبي برضو حاجه هتوقفك باذن الله. هنعمل ايه في المقادير دي؟ سهله وبسيطه. هناخد كل الحاجات دي هنضربها في الخلاط. مش عايزة تضربي في الخلاط، هتضربي بالمضرب اليدوي، هي بسيطة ما بتاخدش اي وقت خالص، المهم ما يبقاش فيها تكتلات خالص. هاخد المقادير كلها كده في الخلاط اهو، مش هنعمل اي حاجة صعبة. الملح، وادي لبن البودرة، وهحط عليها المية، هنقلبهم بس تقلبة بسيطة كده، وهحط عليها المية، وهروح اضربها في الخلاط وهرجع لكم تاني. في المقادير كمان معلش هنحط 3 معالق زيت على الكوباية اللي احنا حطيناها، 3 معالق زيت، المعلقة مش مليانة قوي يعني اهي. معلقة الرز، ما تنسوش الزيت، هعمل ايه بعد كده بقى؟ هصفيها عشان اتأكد ان ما فيهاش تكتلات خالص اهي، ما فيهاش اي حاجة خالص اهي. هسيبها ترتاح ربع ساعة وهنرجع نشكلها مع بعض بإذن الله. انا عايزه اوريكم السمك بتاعها بيبقى زي الكريب كده اهو، اهو زي الكريب بعد ربع ساعه اهو. هعبي بقى في الازازه وارجع لكم تاني على نار هاديه. بالطريقة دي اهي، والكيس ما تضغطيش عليه جامد اهي،
صوت عشوائي كده، بس ما تدوسيش جامد عشان تطلع رفيعة معاكي. متقلبيش فيها ولا اي حاجة، لو ما تلاقيها سابت الصينية خلاص. بصوا كده استوت اهي، بتلاقيها سابت الصينية خالص زي ما انتوا شايفين اهي. وطبعا هحطها في فوطة. بصوا اهم حاجة تطلعوها وتحطيها في قلب فوطة كده عشان تبقى طرية، وتروحي قافلة عليها الفوطة وانتي شغالة. بصوا الكمية بسم الله ما شاء الله من كوباية دقيق، ما تكلفتش اي حاجة، وريحتها جميلة وزيها زي بتاعت بره بالظبط. اهم حاجه ما تضغطيش على الكيس قوي عشان تطلع الفتله رفيعه معاكي اهي. وهي شكلها اهي زي ما انتوا شايفين كده اهي، اهي زي اللي بنجيبها من بره بالظبط اهي. يا رب تكون سهله وبسيطه وتجربها ان شاء الله وتنجح معاكم. يعني دي نعملها واحنا قاعدين في البيت بقى مجرشين جنبيكوا كده، اه الرجاله قاعده اهي بدل ما ننزل اجازه ولا تقعدي نقف في تتسلى. الزحمة ولا أي حاجة. انت تعملي العجينه وهو يقف يعملها بقى على النار وكده وتتسلوا، وحاجه نظيفه وفي قلب بيتك وعارفه مكوناتها من ايه. آه وبسيطه طبعا، هتعملي الكميه اللي انت عايزاها، عايزه كتير قليل، هتعملي الكميه اللي انت عايزاها. دي الكوبايه عملت حوالي، هي كتير بصراحة يعني اكتر من ربع كيلو. احنا ممكن نجيب الكوباية البلاستيك بتاعة الزبادي دي ونخرمها 3 خروم من تحت بالدبوس ايوه ونحط فيها العجين، ما هي عاملة زي المية، اهو، على طاسة تيفال كده اهو أو صينية تيفال وتتعمل كده. والله والله فكرة حلوة. وممكن ازازة بتاعت المية الصغيرة تخرمي الغطا بتاعها 3 خروم جنب بعض وبرضه تعملي بيها، هتطلع ان شاء الله رفيعة. المهم الخرم اللي هتعمليه بتاع الكيس او بتاع الازازة يبقى بدبوس عشان يبقى يطلع رفيع معاكي، تطلع خيوط الكنافة رفيعة معاكي. يا رب الطريقة تعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.